بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير يا شباب، حياكم الله بياكم. يلا الجميع، الجميع احضر. جايب معي أحلى وليد هاني، اللي يبغى يضارب ولا شيء موجودين وجاهزين. الله يحييهم. كيفكم يا شباب؟ شلونك يا سعود؟ كيف الحال؟ يلا يا شباب اللي سمعني نادي. كيف حالك؟ كيفك يا سعود؟ شباب جميعا يلا حيا، كيف الحال؟ هلا سلطان، تعالوا عشان أعطيكم الأخبار إن شاء الله الزينة. هلا حيا، كيف حالك؟ والحصرية وريحة المجلس مفاطيح، ريحة شحم لحم ما شاء الله تبارك الله. والله كفو. لا لا والله بيعدم بطنية الحين، خليها إذا خلصت فهمنا. لا لا والله قهوة قهوي خالص يا ملغى. الله يغنيك كثر خيرك، أبي سلامتك طول العمر، إن كان في موية الله يبيض وجهك. الله يعزك. شلونكم يا شباب؟ طول عمرك. طيبين؟ أموركم زينة؟ وضعكم طيبة؟ الله يبقيك سلمك. الله يرضى عليكم، يا مرحبا. الله يطول عمركم، شلونكم طيبين؟ عدل، انا كل يوم احب على راسك، بس اللي بعد لازم احب على راسك اليوم. تكفى طالبك، فكرني خلني بعيد. الله يعزك. شخصية. اي والله تعبان عليها عند مرايه، مرحبا الله يعزك. قيامك شلونكم طيبين؟ هلا وغلا يا ابو عبد الله. الله يرضى عليكم، شو اخباركم؟ يا مرحبا. الله يسلمك. الله يحييك، ترى حبيبي. الله يحفظك. اليوم اللي ما تجي فينا اشتاق والله. يا حبيبي الله يطول عمرك. اقسم بالله يا ابو عبد الله. انا اجيكم كذا ختات خفيفة. الساعة طيبة يا ابو عبد الله، والكواليس اشتغل معكم. ها اقول الساعة طيبة ونورت المكان. الله يسلمك، والله مشكور على المشاركة. جبت وقتك. لبيك والله يا جيد. وشو؟ انا صادق اني جيتك ان نستانس فيها وانها تعطينا دافع. الله يعطيك، تعطيك باور. اي والله انا ما تمدح وجهك. سلام الله عليك. الله يحييك. شلونك يا عبد الله؟ عساك طيب. نعيما. جميع سداد ابو عبد الله، اخاف التغلى مع الدين. ها؟ اخاف التغلى مع الدين. ما اقدر. انتم قطعه من قلبي. الله يطول عمرك. والله. اقول سلطان بعد احلاقه ابو عبد الله. سعود علوش بالله تعال هناك. انت سلطان بشوفكم. تجون هناك؟ انا لا ادري جنبي. يعني للسن اليوم يمكن يقول لك كذا فقال خمس سنين. محلك سلطان يا مزيان. طق نفسك. اي والله. عرسان. محلك. احنا ثلاثة متزوجين في يوم واحد. اي لك جديد. هاي يسمونه نيو لوك. الله. شو اسمه؟ واو نايس. شو اسمه؟ لك. كيف تشوفون شبان ديرتكم؟ بالله عليك. والحين شوف. والحين الله المستعان. رايح الدنيا. رايح الدنيا. ارحب يا العمده. الله يرحمك. مرحبا ترى المطر. العهد قريب. اجل لك عهد. شلونك طيب؟ عذرنا على التاخير، والله ما درى انك موجود وحنا نتعشى. لا يا حي ما في مشكله. لب الله يحييكم. ارحب الشباب. سلام. شلونكم طيبين؟ نفداكم. لا ما حد يا اخي، البرامج الواقعيه ما تدري تتكلم فيها باللهجه البدويه ولا باللغه العربيه، فهمت؟ فاحيانا تتكلم باللغه العربيه ثم شوي بدويه باللهجه البدويه ثم شوي بيضه احتاس. الواقعيه. البيضه. خليك على واقعيتك. حلو، على الواقعيه. واقعيتي انا يعني اختلفوا فيها كثير من الناس، اروح احيانا اماكن يقول